السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ تعالوا هنحكي مع بعض قصة النهاردة. القصة بتبدأ بالراجل الحكيم. الراجل الحكيم ده كان بيجيله ناس من كل حتة عشان يستشيروه في مشاكل بتحصل معاهم او حاجات مش عارفين يحلوها. وفي يوم من الايام جه للراجل الحكيم ده مجموعة من الناس. المشكلة بقى ان المجموعة من الناس دول كانوا دايما كل مرة بيجوا ويشتكوا من نفس المشاكل ونفس الحاجات الصعبة اللي بتواجههم، لحد ما الحكيم زهق منهم. وجي في يوم جمعهم الحكيم وقال لهم انا جمعتكم النهاردة عشان اقول لكم نكتة. فالناس استغربته. فالمهم بدأ الحكيم وقال لهم نكتة، فكلهم انفجروا من الضحك. وبعد كام دقيقة قال لهم الحكيم نفس النكتة تاني، فشوية منهم ضحكوا وشوية فضلوا ساكتين. ما في ما انت لسه قايلها من شوية وضحكنا. راح استنى شوية وحكى لهم النكتة لتالت مرة، وساعتها ما فيش حد ضحك خالص. فابتسم الحكيم وقال لهم انتوا ما قدرتوش تضحكوا عن النكتة اكتر من مرة، فازاي ان انتوا مستحملين انكم تيجوا وتشتكوا وتعيطوا من نفس المشاكل كل مرة؟ وبس دي كانت قصة النهاردة. وطبعا ملخص القصة او الملخص الموضوع او الحاجة اللي استفدناها ان القلق مش هيحل مشاكلك. القلق مضيعة للوقت والطاقة. بس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوا الفيديوهات الجاية كتير، وسلام عليكم.